اليوم 17 مارس 2019 طبعا تاريخ بالميلادي، لأن الزراعة تكون مواعيدها ثابتة بالميلادي. نشوف ما شاء الله كمية التزهير جميلة والنحل موجود ويساعد على التلقيح، وهذه البرتقالة بسرة ما شاء الله، هذه السادس سنة لها، وطبعا بدأت بالإنتاج من خامس سنة الإنتاج الفعلي. السنة هذه إن شاء الله أفضل لأنه جالها تسميد عضوي كثير في شهر 12، وعطيناها أيضا سوبر فوسفات الكالسيوم الأحادي اللي هو فسفور، وهذا الفسفور حامض يساعد على خفض القلوية من مصنع كيميان. حطينا له بعد حوالي نص كيلو، ولاحظنا السنة هذه أن أزهرت أكثر من السنة الماضية بحوالي 200 أو 250% عن مستواها في العام الماضي. وبقي علينا نحافظ بعد الله سبحانه وتعالى ما علمنا الزراعة على أن تبقى الشجرة تحمل الإنتاج الذي تستطيعه في العادة، يعني 150 ثمرة إلى 250 ثمرة، نحاول أن نصل هذا الحد، لأن هذا هو الحد الطبيعي للأشجار التي تحظى باهتمام وتسميد. أما شجرة عندك طلع 3-4-5 فهذه ليس إنتاجها الحقيقي. إنتاج الحقيقي للبرتقال من 150 إلى 250 جميع الحمضيات تقريبا. فإذا أنت ما وصلت ل 150 فلازم تدرس أكثر وتتعلم أكثر، وكل سنة تجرب حاجة بحيث تسجل عندك الملاحظات، لأنه أنت أبخص بشجرتك وش اللي نفع معها السنة هذه وش اللي ما نفع معها. يعني العام الماضي أنا حطيت الري مرة في الأسبوع، فصار عندي تساقط في الزهر، صح ثبت يعني عدد كبير من الزهور ولكن كان في تساقط. السنة هذه خليته مرتين في الأسبوع، فلاحظت أن مرتين في الأسبوع ورية خفيفة أن كمية الزهور ما شاء الله أكبر من العام الماضي. أيضا ساعد في ذلك أننا قاومنا في السنة هذه ولأول مرة حشرة التريبس، وهذه طبعا تحدثنا في القناة كثيرا عن حشرة التريبس، وهذه علاماتها. تخلي الورقة لك الجديدة الغضة الجديدة، هي ما تقدر على الورق القديم، تجي للورق الجديد وتخليه لك مشوه بهذا الشكل. فإذا لاحظت هذه العلامة على أشجار الحمضيات فهذه حشرة التريبس، وهي موجودة في القناة ويجب أن تكافحها. ورشوف رحنا رشينا الشجرة مرتين خلال يعني كل 10 أيام رشينا مرة زين، ومع ذلك لا تزال موجودة الحشرة ولكن مفعولها ضعيف، بدليل وجود عدد كبير لله الحمد من الزهور لم يتساقط، وإلى الآن لا يحكم على النتيجة حتى عقد الثمار، لأنه قد لا تسقط الزهور ولكن تسقط عندك بعدين بكرة ثمار صغيرة خضراء في الأرض. فإن شاء الله نتابع معكم السنة في شجرتين قاعدين نجرب عليهم هنا، واستفدنا في هذه السنة مقاومة التربس وكذلك الري في الأسبوع مرتين للتربة الرملية. أما التربة الطينية وهي قليلة، ممكن التربة الطينية تكون قليلة بعض المناطق، يكون عندنا طيني مثلا يمكن في الجنوب في المرتفعات، فهؤلاء حتى عندهم الجو بارد ممكن يجلسون 15 يوم ما عطوا رية، لكن احنا في القصير منطقة الوسطى غالبا الترب تكون رملية فتسحب الماء يعني. فلذلك نقول مرتين نصف الحوض، مرتين نصف الحوض يعني رية خفيفة. أتمنى لكم التوفيق. اللي ما شاف عن حشرة التريبس يشوف في القناة تريبس، وكتبين حنا تريبس الحمضيات، وهي تريبس لكل الحشرات ليست فقط الحمضيات، ولكن لأنها تصيب الوقت هذا الحمضيات فنسميها تريبس الحمضيات، وهذه علامته بالضبط. يعني ورقة خضراء ما فيها أي مشكلة إلا أنها متكرمشة ومتشوهة كأنه حاجة أكلتها، وهذه العلامة أيضا قد تسببها حشرة المن وحتى العناكب، ولكن في البداية على طول سوف تكتشف أن التريبس هو الموجود وهو الذي سوف هذه الثمار بدأت تعقد، هذه ثمار الحمضيات الخضراء، وحتى تصبح بحجم حبة الزيتون يستمر في نظام الري مرتين في الأسبوع نصف الحوض للرملي، والطيني قلنا يعني ممكن نجلس حتى 10 أيام، إذا كان مناطق باردة ممكن نجلس 15 يوم إذا مرتفعات زي الباحة وغيرها. شاهد حشرة التربس هذه زي البعوضة الصغيرة والنملة الصغيرة، شوفوا هذه واحدة وهناك واحدة، هذه هي اللي تسبب مشاكل في أوراق الحمضيات وكذلك الثمار، وتسقط الزهور وتشوه القشرة الخارجية للثمار، وتكافح بالمبيدات العضوية حتى الماء والفيري، بس إن الماء والفيري والصابون ما يصلح الرش على زهور المثمرات مثل الحمضيات لأنه قد يسبب مشاكل في العقد، فلا بد من استخدام مبيد عضوي عن تريبس، مبيد عضوي أكاروسي.
أو تستخدم مبيد كيميائي وتستخدم الوسائل السلامة قدر ما تستطيع، وتحرص جدا أثناء الرش في هذه المبيدات الكيميائية. وكذلك العضوي حتى يحتاج إلى إجراءات السلامة، لكنه أقل ضرر من الكيميائي. على كل حال هذه الرشة الثالثة، الحين رشينا مرتين وراح نرشها اليوم الرشة الثالثة، إن شاء الله تنتهي المشكلة. لأن الرش يقتل الحشرات ويضعفها ويموتها، ولكن يحتاج إلى تكرار، لأنه عندنا يرقات وبيوض فهي أجيال متلاحقة، وعادي كل 10 أيام ترشها إذا كانت الإصابة موجودة عندك. إذا ما شفت الحشرة راح تشوف آثارها، وهذه آثار حشرة التربس. كذلك تلقى فيها العناكب، هذا وحين بك بك يعني، هذا وقت العناكب وهذا وقت المن، فلا بد من الرش الوقائي والرش كذلك العلاج الوقائي، وهي ما فيها شيء ترشها لأنه في شيء ما تشوفه، وفيه الرش العلاجي إذا شاهدت الإصابة تحدد المبيد المناسب وترشه. وقلنا دائما نحرص على المبيدات العضوية أو المنزلية المشروحة في القناة، وهي فعالة إلا أنها تحتاج إلى تكرار أكثر من المبيدات الصناعية الكيميائية القوية التي تجلس على شجرة 14 يوم 7 أيام 3 أيام 21 يوم ومفعولها باقي، أما العضوي فمفعوله يوم واحد، وكذلك المنزلي. وفق الله وإياكم، شكرا.